في إطار الزيارة التي يجريها إلى مملكة البحرين بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قام دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بزيارة مساء أمس إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين. ولدى وصول دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية كان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين. وفي مستهل الزيارة رحب معاليه بدولة الدكتور بشر هاني الخصاونة والوفد المرافق مشيدا بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية ومتميزة وتحظى على الدوام برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله. ونوه معاليه بالعمل المشترك القائم بين البلدين وما يشهده من تنام وتطور مستمر في ظل الحرص على الدفع به نحو آفاق أرحب ومستويات أعلى في مختلف المجالات من خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. وخلال الزيارة اطلع دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة على عرض قدمه معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن آلية العمل في حكومة مملكة البحرين، والذي تخلله ملخص لأداء اقتصاد المملكة وموجز بشأن مستجدات خطة التعافي الاقتصادي وما تم إنجازه على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وفق مسارات وتطلعات ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030. هذا وجرى خلال الزيارة استعراض الفرص الواعدة بالمملكة التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين وسبل تعزيز الاستثمار بين مملكة البحرين والأسواق العالمية، والتي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.